هروح لكره السله سيدات الاسبوع ده او اليومين اللي فاتوا، كان عندنا مباراه مع الجزيره. بالمناسبه نادي الجزيره لعب في مباراته في مركز شباب الجزيره، لعب المباراه مع نادي الاهلي في مركز شباب الجزيره. المباراه خلصت بنتيجه كبيره ايضا 91-65. فريق السيدات زي ما قلت لحضراتكم ما شاء الله 3 بطولات من 3 هذا الموسم، احنا بنلعب دلوقتي في السوبر وفي الادوار المتقدمه. وبالنتيجه دي الاهلي تصدر الترتيب برصيد 10 نقاط في الفوز في 5 ماتشات. الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي مع نادي سموحه في ماتش قوي، خصوصا ان سموحه بيدربه طبعا الرايق كابتن عماد محمود، وكان حقق معاهم فضية البطوله العربيه الاخيره. فرقتنا لحد دلوقتي محققه الميداليه العلامه الكامله زي ما قلت لحضراتكم، وهدفها الفوز بكل البطولات. هي كسبت طبعا 3 بطوله المرتبط، بطوله القاهره، كاس السوبر، وان شاء الله داخله على دوري السوبر نتمنى تكسبه ان شاء الله. والسنه الجايه بقى نبتدي نخش نخرج للعالميه، بطوله عربيه، بطوله افريقيه كحامل لقب. لسه عندنا كاس مصر، لسه عندنا بطولتين ان شاء الله نكسبها ونخش. زي ما حضراتكم شايفين دي صور من مباراه الاهلي والجزيره، المباراه اتلعبت على مركز شباب الجزيره. الحقيقه صاله حلوه، الحقيقه انا رحت الصاله دي تم تطويرها من 2-3 سنين، وزي ما حضراتكم شايفين صاله مغطاه بشكل جيد. لا صاله حلوه، انا رحتها يعني صاله جيده جدا ومجهزه لاستضافه المباريات من النوع ده. يعني طبعا هي مش مجهزه لاستضافه مباريات جماهيريه، ولكن مباريات كده لا حلو تلعب عليها. وبالعكس يعني انا بشجع الفرق تاخد الصاله دي، ما قرر ليها وقريب يعني مش بعيد، يعني نادي الجزيره خطوتين يبقى في مركز شباب الجزيره، يعني الدنيا قريبه مش بعيد.